برامي انت عملت يمكن اكتر من 11 ألبوم ما شاء الله، ويمكن اكتر من 200 سنجل، وبتصور فيديو كليب لحد دلوقتي، ولو ان مش كل الناس لسه بتصور فيديو كليب، انت اخر حاجة مصورها حلوين حلوين. شايف ازاي السوق الموسيقي دلوقتي بيستقبل الألبومات والسنجل والفيديو كليب؟ عايز اشوف، انا بعمل اللي بريحني وبعمل المقتنع فيه. لو دايما كل واحد فينا عايز يشوف بيحصل ايه بره وعايز يلحقه، الناس هتتدمر. لابد من الاشياء الثابته اللي عنا اياها، اللي ما بنتخلى عنها ابدا، واللي مقتنعين بيها انه في ناس جمهوره وفي لها ومستمر معنا، احنا بنعمله. بس نلحق ايه الترند؟ ما مش معايا دي. بس انت عملت حاجات كانت ترند لسنين كتير جدا. خلقتها بس ما لحقتهاش. عملت ترند في الفيديو كليب، الفيديو كليب بقلبي مال كان اول فيديو كليب جريء لرجل شرقي في الوطن العربي. كان إذا فاكرة قلبي مال، كان في شاور أوتسايد أوتدورز، تواز توبلس، شعر مفركش، ما كانش دارج إنه الفنان ما يطلعش مترتب يعني، ودقني طالعة. فكان أول حالة بتحصل، فحصل عليه مشاكل كتير أصلاً، واتمنع أسبوعين وبعدين رجعوا. بحب الفيديو كليب، بحسه قصة مصغرة عن الأغنية. انت كمان بتهتم بمسألة المظهر والأناقة، واعتقد اخدت مع مجلة سيدتي سنتين ورا بعض ملك الأناقة ببيروت. مذاكرة هدير. انا بحب الترتيب، ما بيهمنيش الفاشن يعني، ما لحقش الموضة برضه. عشان اقول كده بس هنزعل دليل. عارف. لا، الستات ليهم طبعا طقوسهم واعمالهم والموضة بتاعتهم. انا دائما اعتقد انه الرجل هو في ترتيبه، في الألوان الهادية اللي بيلبسها. يعني حلو الرجال يكون مرتب، ما بعرف شو يعني بالمصري، بس متهندم يعني. متهندم انت فعلا كده، جيت مصري كتير.